إذا كنت تعمل على الهاتف في تصميم صور مصغرة لفيديوهاتك، لربما تلاحظ أن ألوان صورك المصغرة سيئة نوعا ما مقارنة بالصور المصغرة للقنوات الأخرى، لأن أغلبية تطبيقات تصميم الصور المصغرة على الهاتف لا تكون جودتها عالية مقارنة بالصور المصغرة التي يتم تصميمها عن طريق برامج احترافية على الكمبيوتر. لكن مع ذلك يمكنك رفع جودة الصور المصغرة وحتى لو كنت تستخدم الهاتف، وإن شاء الله بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن تواجه مشكلة بجودة الصور المصغرة بعد الآن، وستتمكن من تحويل صورك المصغرة إلى صور احترافية وبجودة عالية، لكن ستواجه مشكلة صغيرة عند إضافة الصورة المصغرة للفيديو بعد التعديل عليها، وسنتكلم عن حل هذه المشكلة. لكن قبل أن نبدأ بالشرح، يمكنك اتباع الطرق التي سنتكلم عنها على الصور الشخصية أو التصاميم أو الصور المصغرة أو أي صور أخرى، لكن سنركز في هذا الفيديو على الصور المصغرة. الآن كالعادة لنبدأ من البداية، من بداية تصميم الصورة المصغرة. بعد أن تصمم الصورة المصغرة من خلال التطبيق الذي تعمل عليه، تلاحظ أن جودة الصورة المصغرة ليست بالجودة الاحترافية التي تريدها، لذلك الخطوة الأولى بعد تصميم الصورة المصغرة هي التعديل عليها من خلال تطبيق Lightroom. بالنسبة لي أنا أستخدم تطبيق Lightroom لرفع جودة الصور بشكل عام، فهو يعتبر أفضل تطبيق لتعديل الصور على الهاتف، وتكلمنا سابقا أنه أي صورة مصغرة تصممها حاول أن تعدل عليها من خلال تطبيق Lightroom لوضوح الألوان وزيادة جودتها، وشرحنا التطبيق سابقا، رابط الفيديو في الوصف. الآن انتهينا من الخطوة الأولى لرفع جودة الصورة، لننتقل الآن إلى هذا الموقع، موقع Upscale Media. هذا الموقع يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك أن ترفع الصورة على هذا الموقع ويرفع من جودتها 4 أضعاف. الآن نضغط على تحميل صورة، نختار الصورة بعد التعديل عليها من خلال تطبيق Lightroom، ننتظر بينما تتم المعالجة. طبعا لربما قد يستغرق إلى دقائق قليلة، فلا تخرج من الموقع لأنه يعتمد على سرعة الإنترنت. الآن تم رفع جودة الصورة لضعفين، يمكنك أيضا زيادة الجودة إلى 4 أضعاف، نضغط عليها ونختار 4 أضعاف، ننتظر أيضا بينما تتم المعالجة. الآن بقيت خطوة أخيرة يقول لنا هل تريد تحسين الكواليتي، يعني هل تريد أيضا تحسين جودة الصورة بشكل عام؟ طبعا، وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ نضغط على تحسين الجودة وننتظر بينما يعالج الصورة. انتهى من المعالجة ونكون قد حصلنا على جودة عالية ب4 أضعاف، وقمنا بتحسين جودة الصورة المصغرة بشكل عام. نضغط على تحميل لتنزيل الصورة. الآن أصبح لديك صورة مصغرة بألوان احترافية وبجودة عالية، لكن ستواجه مشكلة عند إضافة الصورة المصغرة للفيديو، لأنه كما نرى أصبح حجم الصورة 16 ميجا بايت. إذا كنت تستخدم الكمبيوتر وتضيف الصورة المصغرة للفيديو من استوديو يوتيوب من المتصفح، سيقول لك أن حجم الملف أكثر من 2 ميجا بايت، يعني حجمها كبير. فما هو الحل؟ الحل أن تضيفها من تطبيق استوديو يوتيوب على الهاتف. نفتح استوديو يوتيوب، ننتقل إلى الفيديو، نضغط على تعديل، نضغط هنا لإضافة صورة مصغرة للفيديو، نحدد الصورة ونضغط على حفظ. تم إضافة الصورة المصغرة إلى الفيديو دون أي مشاكل، ودائما عندما يكون حجم الصورة المصغرة كبير نضيفها من تطبيق استوديو يوتيوب. بهذه الطريقة يمكنك رفع جودة الصور المصغرة. المراحل تكون: أولا تصميم الصورة المصغرة، بعدها نقوم بالتعديل على الصورة من خلال تطبيق Lightroom، والخطوة الأخيرة رفع جودتها بالذكاء الاصطناعي، ولا تقوم برفع الصورة على الموقع وبعدها تعدل عليها من خلال تطبيق Lightroom حتى لا يقلل التطبيق من جودة الصورة. طبعا من خلال مشاهدتك للفيديو لن تجد الفرق الكبير، لكن عند تجربتك للموقع ستلاحظ الفرق الكبير. والآن شكرا على المشاهدة، بالتوفيق للجميع.